بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدينا على النبي صلينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. صلى عليك الله يا رسول الله. السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ تمام، ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. وان شاء الله النهارده كده بامر الله هنعمل مهلبية الفراولة بامر الله. ادي ده نشا اهو، وده لبن اهو، وهنا الكنافة. هنعمل كنافة بالمهلبية الفراولة ان شاء الله. ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. ان شاء الله كده هنعمل حاجات النهاردة حلوة كده. عندنا عزومة النهاردة وضيوف، فهنعمل حاجة ايه حلوة كده للضيوف والاطفال ولينا ولكل، يعني ربنا يسهل لنا الحال ويسهل لكم الحال ويسر امورنا واموركم ويصلح حالنا جميعا، كل الناس ربنا يصلح حالنا داخل مصر وخارج مصر، وربنا المستعان معنا ومعاكم. واللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجدد به ازر واشركه في امري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. دلوقتي هنحط هقطع الفراوله ديت ان شاء الله، وهحطها ايه على النار، اسويها كده ومعاكم برضو ايه واحده بواحده، وربنا المستعان معانا ومعاكم. بركه ربنا سبحانه وتعالى وبركه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. حطيت الفراولة على النار يا جماعة، حطوا لها سكر. بسم الله الرحمن الرحيم، حطينا السكر. أسويها وبحط عليها ايه واحدة فانيليا، ماشي. دي هسويها بالسكر، وهنا نحط بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. ادي يا جماعة الكنافة هاي بحمرها بالسمنة بلدي ان شاء الله، وهنعمل كنافة بالحاجة الحلوة معاكم، عشان النهاردة عندنا ايه عزومة، نعمل حاجة ايه حلوة ان شاء الله. حمرها ان شاء الله وربنا يستر لنا الامور، يستر لكم الامور، يصلح حالنا وحالكم. وادي هنا المهلبية اهي، والله طعمها تحفة وجميلة جدا اهي، اللي هنعمل بيها نحشي بيها الكنافة ان شاء الله. ربنا يستر لنا الامور، يستر لكم الامور. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. ادي اللبن يا جماعة اهو موتي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وادي النشا اهو، ثلاث معالق يعني مش كتير، بس هما يعني ايه مليانين يعني شوية. ودي الفراولة على النار. بسم الله الرحمن الرحيم، دوبنا النشا يا جماعة، وهفضي دلوقتي على ايه الفراولة اهو، شفتوا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، انا حطيت السكر مع الفراولة ديت، هتبقى مهلبية ايه الفراولة. انا هنحطها في الكنافة الباردة اهي، مهلبية ايه الفراولة. بركة ربنا سبحانه وتعالى وبركة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نشا وسكر، وهحط لها افضلها بايه واحدة فانيليا عشان تديها ايه، وهي عامة الفراولة يعني بتبقى ريحتها حلو. نعلى عليها النار شوية اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، نقلب فيها لغاية ايه ما تتماسك، ماشي حبيبي. ما تنسوناش يا جماعة في التعليقات ولا في اللايكات، في ناس كانت معانا ونسيتنا معرفش ولا ايه، سابونا مش بيعلقونا ولا حاجة. ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع، ولعل المنع يكون خير. ربنا يصلح حالنا وحالكم، يسر لنا الامور، او حاجه يعني اكلنا مش عاجبكم، او يعني مش ظاهرين ليه يعني. ربنا يصلح حالنا وحالكم ونكونوا بخير ان شاء الله. ربنا يسر لنا الامور، يسر لكم الامور.
فكل حسبي الله عليه توكلت ورب العرش العظيم. فكل حسبي الله عليه توكلت ورب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ابتدت إيه تتمسك يا جماعة؟ بصوا أهي أهي ابتدت إيه؟ ابتدت تجمد أهي. ربنا يسر لنا حالنا وحالكم. الكنافة إن شاء الله هحمرها معاكم إن شاء الله هنا في الصينية دي على البوتاجاز بالسمنة ونعباها في الأطباق تبقى كنافة باردة إن شاء الله. ربنا يصلح حالنا الجميع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. هذه يا جماعة الكنافة بالمهلبية الفراولة. الكنافة حمرتها بالسمنة البلدي وحطيت حب الزيت تحت السدجة كده عشان نبقى صادقين مع بعض في الصينية مع السمنة البلدي. ماشي، ادي الكنافة اهي تنعبت في الاطباق وده هعب واحد ايه معاكم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. احط ال اهي ديت ال بتاع ديت ال المهلبية الكنافة مهلبية قصدي الفراولة اهي. بركة ربنا سبحانه وتعالى وبركة صلاة النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. ونسهل الحال يا رب. ديت مهلبية هي الفراولة. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان الكنافة ناشفة فالبتاع ايه بتشبط في المعلقة اهي اهي. حطلها بقى ايه حبة كريمة. ضربينها الكريمة ضربينها برضو معاكم مية ساعة وايس كريم اهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. النهاردة عندنا اصلا ايه عزومة فعملنا حاجة حلوة ايه الكنافة ديت بالمهلبية مهلبية الفراولة. وانا عملتها معكم اللهم صل وسلم وبارك. خلصنا كده ان شاء الله الكنافة بمهلبية الفراولة. انا عملتها معكم وانتوا شفتوها ان شاء الله. ربنا يصلح حالنا وحالكم. عندنا عزومة النهاردة ان شاء الله فدي حاجة حلوة. قلنا حاجة كده ايه احسن من رز ابو لبن المهلبية يعني ايه تغيير اي حاجة. ربنا يصلح حالنا وحالكم ويسر لنا أمور يسر لكم الأمور. ونترككم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.